في إطار تنفيذ المخطط الأمني المستطر من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية شلف، خاصة فيما تعلق بمكافحة الجريمة في الوسط الحضري، قامت فصيلة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية بوضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في سرقة المحلات التجارية والمساكن، ذلك على إثر تحريات بشرتها الفرقة في شكوى بتعرض محل تجاري للسرقة. استهدفت تجهيزات سمعية بصرية، حيث بعد اتخاذ الإجراءات القضائية بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي في القضية مواصلة للتحقيقات. تم توقيف 4 أشخاص من أفراد الشبكة مع استرجاع بعض المسروقات. كما بينت التحريات أن أحد أفراد الشبكة محل 4 أوامر قضائية ومحل بحث من طرف مصالحنا في 8 قضايا أخرى تتعلق كلها بسرقات الدراجات النارية والمساكن وشاحنة والاحتداءات على الأشخاص، وحيل المشتبه فيهم بعد الانتهاء من الإجراءات على الجهة القضائية عن قضية تكوين جمعية أشرار لارتكاب جناية السرقة الموصوفة من محل تجاري مع المشاركة وإخفاء أشياء مسروقة وعدم التبليغ عن جريمة.